اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدي اسبوعا لو اعلامين لي شيغا ان شاء الله اوحان نوبل عن بنك لوال اي كافرسي كوساس في رمضان فك حتى ان شاء الله وحال نو جوغا شيخنا شيخ عبد الله حربي اي شيخنا شيخ عامر وان شاء الله لو موضوع كوساس في رمضان فك ساغور قتين رمضان كوحان نوغا هاري لو ما نسلح مالي حوايا يا الحنادريا الله فرحه أردنا سوق بني جاي وحال وحال ده رمضان وحال نقول يوم ونص بور أردنا أردت من الوزير معل ديال مي محاوبة أنت هاي I need to practice with you إن أنا practice معي how do you practice for رمضان وحال معل سنين دي خمس سنين هوا صوم مرة وصام لقى بصوت مري نيك يا سوق practice قرين حاول نحن بيش الخير قبطة سنوس وده إن شاء الله وياس الله سبحانه وتعالى الناس الله رب العرش العظيم إنه إله سبحانه وتعالى سيو أنا وعاف ما ظننا oo naga dhigo kulka faa'iidada bishaan soo marka bishaan nabii ilaahi insha allah in gaarsiyo waxaan nolosha baahan yahay inaan ramadaanki ahkaamtiisi wixii nolosha baahnaa inaan fahamno si aan ka wada u helno ajirkiisa haddii noqoto xaqi gormaalo soomaaliya gormaalo afuraya maxaa soo ka jibinaya waxyaalaha badan ay nolosha baahan yahay inaan ka wada qabno ogaano si aan ajirku ugu dhalo bishaan barakeysan مرك إن شاء الله وحال مغفون كوري جنيا شيخنا شيخ عبدولي حربي وعنوان محاضرة هاي الصوم وفضائل والأحكام صوم كفتايش يسي أحكام تيسي إن شاء الله أن نجيسنو أن ك أن يلود قادنو سي أن إن شاء الله قفا إلي سنو بشان رمضان شيخنا شيخ فضل فضل مشهور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الأحباب الموضوع إن شاء الله تعالى وقتكم وإسككوا بني هاي كوحان آد إن شاء الله تعالى نسكد هاينا كاقابيو انتي معقولة موضوع حكوسة بسيني هاي سيدة لو إعلامييي بهوري ولالكن هادو وشيغي صومك فضايشي سه يحكامتي سوا حكوسة بسيني صومك مركب كوباد معناه هان حق اللوقضة إمساك بالإيرة هذا أفهيسا شو روحوا إنو مركب حتى هذا الكيسكتشو تشيا أما وح كتغو أما معناه وحويان وسوق الكرا لكن حق الشرعية هي مهمة ولو تشي إذا معناه وحويان تعريفة مهم كه إن لو قادو تعريف صومك شرعيا وحويان الإمساك عن المفطرات وحياله الروح أفورية وسوق كتشبية روح إنه كاف هيستو كيستاغو ويسوق لهيان شهوة البطن وشهوة الفرج لبضبا وحيالها روحه أما عنيتانكا أما عبيتانكا أما النكاح هي معناه وحويان وحي لصا الكساب سنة قوشي إنه لبضا أسبه كيستاغو وكتشوغو لقبي لابو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بركي فجر كاللقارو وفجر كصادقة وحويان لقارة وصلاة اللي قلت كنا هيو معناه وحويان وقت جيسة إلى قرحة ويك العضو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مددا أنت لاج روحين وعف هيستو وكيس تاجو يعني تانك يعبي تانك يشهو ذيسي وجودنا هي وحورا وحين أنت دير مع النية وإن النية الله سعطه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى عبادة محدد سمعيني سيأتهاي إن ذي الله سبحانه وتعالى أمر كيسي امتثاشد أو قادة صومك إنتاس
ayuu macnihiisa ku soo ururhaya ama macnaha tacriiftiisu ay tahay. Meeshaa waxaa laga qaatay marka soomka waxyaalaha buriya oo la isku waafaqsan yahay waxa weeyaan cunitaanka, cabitaanka, galmada, waxa weeyaan wixii intaas macnahooda mid ka mida waafaqsan. Cabitaanka iyo cunitaanka waa la yaqaanaa, waxaas intaas la mid ah wixii macnihii cunitaan iyo cabitaan laga helahayay laga helo dhan, oo ay ka mid tahay mathalan qofku inuu qaato wax nafaqo ah lagu duro oo kale, mathalan dhiig in lagu shubo oo kale, maxaa yeele quwadii iyo awooddii cunitaanka iyo cabitaanka laga rabay hadduu dariiq kale iyo waddo kale ku helahayo waxay noqonaysaa wixii loo diidanaayo cunitaanka iyo cabitaanka ayuu la macno yahay. Shahwo gudashada sidoo kale wax walba oo shahwadii ruuxu uu isaga keeno ama ku gudanahayo iyaduna waxay noqonaysaa macnihii shahwadii loo diiday. Xadiidka waxaa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam, xadiis qudsiga ah, wuxuu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay yadacu sharaabahu wa tacaamahu wa shahwatahu min ajlii, cuntadiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisiiba wuxuu uga tegahayaa min ajlii, aniga dartayda ayuu uga tegahayaa. Intaaba marka ruuxu inuu ka tago oo uu iska ilaaliyo ayuu soomku noqonahayaa. Waxyaalaha kale oo soomka ma buriyaan mise ma burinhayaan culimmadu ay ka hadlaan marka masaa'il khilaafi oo fara badan, laakiin inta ugu muhiimsan oo la isku waafaqsan yahay waa qaybahaas weeyaan: cunitaanka, cabitaanka, iyo wixii la macno ah oo ruuxu awooddii cunitaanka iyo cabitaanka uu ka heli karo iyo shahwadii, intaa inuu iska ilaaliyo. Muddada uu iska ilaalinahayana waa muddadaas waxa weeyaan fajarku markuu dilaaco ilaa qoraxdu ay ka dhacdo, intaas inuu ka istaago. Soomka xukunkiisu waad garanaysaan kulligiin waa farad cayni ah, ruuxii shuruudii buuxiya, shuruudda waan arki doonaa insha allahu tacaala. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب وحويا وفرض إلهي سبحانه وتعالى إذن كد القريوي، فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأمر أيضا وحويا وحلق قاضا هيا وجوب كاس ينو وحويا صوم كي واجب ويهي. سيدوك لأركان الإسلام كود قرن إسان وحديثة عديان سيد حديث عبد الله بن عمر rugni arkaantiis ka mid ah ee waxa weeyaan islaamka inuu yahay ayaad wada ogtihiin. Soomku yuu waajib ku yahay, soomku wuxuu waajib ku yahay qofkii laga helo shuruudan. Shuruudu waxa weeyaan: kow, qofkii muslim ah, gaalku marka asal ahaan ma lagula khitaabayo, macnaha waxa weeyaan wujuubka ma soo galahayaa dadka lala hadlahayo, waxaa la isku waafaqsan yahay inuusan ka asaxayn oo hadduu soomoon soomkiisii asaxayn maxaa yeelay iimaankii baa maqan, marka waa inuu muslim yahay. Qofku waa inuu baaliq yahay oo qaangaar yahay, haddii uu yahay qof aan baaliq ahayn oo qaangaar ahayn soomkii waa ka asaxayaa, laakiin shardu wujuub waxa weeyaan ayuuna ofsan oo waajib ayuuna ku ahayn. Marka qofkii aan weli qaangaar inuu soomo waxa weeyaan way u furan tahay, ajarna wuu ka helayaa, laakiin soom waajib ah oo lagu leeyahay maaha. Waxaa saddex ah: inuu ruuxu caqligiisi uu joogo oo caqligiisuuna maqnayn, ama junuun ama doqonnimo wax kale ama waxhaya inaysan jirin oo kale, uu yahay ruux idraag taama leh oo caqligiisi uu joogo. Waxaa ka mid ah shuruuda inuu yahay muqiim, ruux jooga meeshii uu macnaha waxa weeyaan ku nagaa iyo deegaankiisii, waxaa meeshaa ka baxaya inuusan musaafir ahayn. Hadduu musaafir yahay soomkii kuma waajibin oo soomkii laguma lahan. Waxaa intaas dheer waa inuu yahay qaadir, ruux awood u leh soomkii inuu soomo. Hadduuna soomka awood u lahayn oo una keri karin, marad ku yimid oo xanuun ku yimid buuna u awoodin, waa ruux daa mathalan cillaa ku timid una soomkii ka awoodi karin oo awooddiisii ka baxsan, isna soomkii laguma lahan. shardiga u dambeeya waxa weeyaan an yakuuna khaaliya min almawaanic, mawaanicda kaleoo sharciga ah oo ruqsada lagu qaadan karo waa inuusa iyadana meesha aynu ku jirin oo gabdhaha khaaska weliba ku ah, caadadii iyo dhalmadii iyo waxyaalo la mid a haddii ay timaado
روحي صومك لقوم لها بيش أمرك وحك صوب حي شروطه ضدك صومك الجولة هي وكو واجبها هي وضدك شروط داس وفي ضدك أنت كبح هينا وحويان وحيسوون شران قال كي مثلا الصوم كي ونكاس سحين مركي لقهر يا بو ضدك كلا ضدك اللي يره هذا أهل الأعذار ضدك عذر دار كله روحي مسافر كها عذر دار بولي هي فعدة من أيام أخر بسوق الهيا روحي مريض كها عذر دار بولي هي فعدة من أيام أخر سجن وقت كلا يصوم كي سوق الهيا جوالي مثلا أم عادة صوم كي ودي داي مركز قبتي أما دلمي وملمي انتي معنا وحويان حال كذا وها صوم كي وقت جاس عن سومي ومن قوة جبن أيضا وقت كرا لجربا قف كي مجنون كها والنا أما محتوها أما وحي لمت كها صوم كي واجب كماهن إلى حال دي ساس اسكب الدشوا معنا السحة دي سي أي وصل الله بطه قف كي مسافر كها ومعذور وانصيغن صوم كي كما واجبها يو وحاول لجربا صوم كي انو وقت كلا سوء عليو أو سوء قدو بيش عصي مركز صباحا يمدد كلو يقان أهل الأعذار كه يصيد الله الله تعامل هايو دد كي واوينا يودا أذاها يوحي معنا يسمين لها يانا يدنا يصيد الصوء كلي شروط عصي مركز الربا والله فيرين هيا قف كصوم كو واجب كو واجب هايو سلاد صد حدو حويان ركني كصوم كام أركان تصوم كه المدو حيلان دلو ركني وأساسي أيالا قوم مارمانا إن لهلا صوم كه لبطير تيرك كوبا دو حويان والنيادة روح إنو نية اللي يماضو أو نية استصوم كي نية دا سوائن اي دعضو جزء كم إذا ما قيب كم إذا همين كي إنو روح نية دي والله يماضو هدي صوم كفرد يهي نية دا وائن همين كي يماتو حديث كحفصة رضي الله عنها يوريني استصحيحة ونبي وكوت المام عليه الصلاة والسلام روحي عن صوم كي همين كي قلبك كوقبن أما أنكو قنتين إنو استصوم لهين إنما الأعمال بالنيات حديث كوادين كرنا هاي عمل كنا دنيو بهاي هاي صادرت الصوم كي وإنه الروح نيسته وهمين كي قيب كم إذا نية داس وحويان الله إمامه وحال كجد وصوم كسنة ضع وسيد النبي عليه الصلاة والسلام حديث في صلاة قاطي روح ما لنمد ونيس نكره لكن متك مكد ويني هاي فرض كاه رجنا هو أساسي ده محب النيون وضن صوم كي نية ضع ضن كو قوان صوم كي مشره لكن نية ده وحن برا روتشينه إن سيد الضدك قارو فهمين إن يصحينه قف كإن نية دي وحويان لفظ يهان لوجو ميريو قولي رسام كوا الله أفحرها يا وريان الله أفحر إسلام تاسمها وحويان نية ده وإرادة ده يعزمه يقصد كروحه إنه بريره وإنه صامه وآن كإنه قاطه أيان نية دي وكتلة قلو نيدي أمارات كذي علامات كذي وحكم إذا هالروح يبو صاك عي وصحورتي محل قوانا يسامي كان ضد كعضايا ضد صحورنا يسايو إن درسون تد ونيدي وي مركن نيدو وح أضج ما هن الروح معنا وحويان إنه كل واقعين قفك لو عاوية يقبهن ما ركني جوا ركني أساسية ركني جلا بعضه أساسي جا الروح على جربنا وحويان مددة صوم كمعنا وحويان مددي ساعة ينو إمساك سمعي أو كاف هايستو حيالي هادا نسو شيغنو مفطرات كهو لواقف رهي لبدا ركني وحاويان أيو صوم كليه هايو أساسوا نياد مهمي والبالة رواين وحاويان روحو الله يماضو بس الروحو هادو انتو قريو يسي تشوغو وصوم كتلا قلو وبشان دارينو صوم وكتلا قلو وحاريضو قوينو ونجرين ويكوفران تاي وقولان اللي أهل العلم إن نيادة راح ويان روحه هدوب الصوم كي كتلة قال بشرًا نيادة ساي صحت هاي يين لي لهذا نيادة همين والبا وينو التجديدية اسمه دي ده إن شاء الله قف قدوب مر صوم كي وكتلة جلسين هاي واحد كلا جوية عارض وصالح قالين ونشرين ما له والبا ينو صوم رمضان كم ده وحويان وتلا جل كاس قاطي وشوقة جريسي إن نيادة ساي مر كاس صحي صو حويان أي علم بدو أنت وضب ده قبان هدي اللي يراه دامي والبهد وحويان روحي وينو صوم كحسوسين هينا أيضا وحويان وقول أهل العلم وقاي قبان ورصيدة في عانو خلافك أو قبح يسيد صوم كهامين والبينو نيادة قلبك أو كتشرب وحالك كبح يدي الروحو نيادة مرو قويو نيادة إنو التجديدية وواجب وصفري وكلام وو أفري مالين توحان وصدي وحي اللامي ده لبداس
ركنيه أساسية يصوم كلية. وحن وجد بين مسألة صدحات أم أفراد أو قصة أبسن فضائل الصوم. صوم كفضائل بدن بولية هاي. وأن لكو بكريم. لكن إير أيام إن شاء الله تعالى دول استاجينا. أرنت كوبال قرآن كريم كالله سبحانه وتعالى وحكوش يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قصة كالغالية هي الصوم ك وين إلهي عبسيدي سلو جارو وين روح عبسي حويان وكر ديس إلهي سبحانه وتعالى تقو ديس إلى وكر ديس وأنا غايض وين ولا غار روح إلى تجارتي إلى ضلك عبسي أديالتي وروح محارمتي سيسكي إلالية واجبات كي سودغن نقول أن نغطي صوم كتاسل وجارة سيدة إلهي نغطي الماء سبحانه وتعالى دو صوم كوكاون وكوكارسينين فإذا دي يقصد في أمي مثلا صوم كالغالها وكاب حي وكام قيم صومكو نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام إنه يهي الصوم جنة وقاشان ووقاية ووحكو إلى علينا هيو نارته كا إلى علينا هيا حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام سيداس أيو كتل ما بي ونبي كتل ما بي عليه الصلاة والسلام روحي مالن إلهي درته وصومه إن إلهي الصغي نارته وآدو كالفوغين هيو وجهي سنارته لقفوغين هيا 70 خريفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم مركب مالن هدي أجر كاس إلهي هاي وولي حتى صوم سنة وسوق لها حاضر ملايين يسا صوم كفرط كا وواجب كا وتقودان يسين صوم كسيدو كالي أجر كي سوحا كميدا إنو يهي وقاي من الشهوات وحيالا النبي وطدك كبه ريي ولن يرد الله قدر دارمي سيعي شهوات وذا معناه وچبيان وحرامتا يساقا إلاليان وأرقو ذا يقول لابان وحا كميدا إنو صوم كبتصدان وطو النبي قول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قفكي مركا قورك أودي وايا صومكي هبضي ها صومو صقا يا معنا وحويا شهودي يينو تشبيه وحرامتي وروحو كيستاقو عبسدي إلهي وقلبك سيكويناتو أيو كينا هيا صوم كنبق عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يوحو كلي هاي عليك بالصوم فإنه لا مثل له روايتك للفظ كلف فإنه لا عدل له صوم كوح أردك مميجره صوم كلازم وكد ذال وهذه يتجرش وقتين صوم كنبي قلت الشيخ عليه الصلاة والسلام حديثي سكمدة إنه يهي كفارة حيالها الذنوب تلقوا رافه ووحويان فتنة فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة حديث صحيح النبي كله يهي صوم كون نبي عليه الصلاة والسلام حديثي صوفه كشاقي صوم كي قرآن كما إني شفي عقاد هيان الروحي وشفي عقاد هيان إرقاء يويهين مالنت قيامه ويدو ذا هيان وصوم كولي هيا أي رب وحنكر يا بي مالنت عنتان كيسي يا عبتان كيسي يا شهودي سي وحو يعني يشفي عقبال مانت قرآن كينا سيدو كلي وشفي عهي وحديث صحيح نبي عليه الصلاة والسلام أرنت وكت المامي وحاكم إذا فضائش الصوم كولي هاي صوم كأجر كيسو حويا بغير حساب نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وقلت المامي حسن هذا يواناك روح عمر كله ماذا طبان شير بالله الله من لابا إلا تضواب بقول لك جارسيو سيدي مربع ويهي إخلاص كيسي وعلاه عمل كسو لي مدوها كاتشي إلا الصوم بإله سبحانه وتعالى الصوم كبو يعني فإنه لي وأنا أجزي به صوم كلام الشيخين أجر كيسا وحقا لما الشيخين إلهي سبحانه وتعالى سقى ستيري سوى قوة كلابا سقو له أنا أبا المركيسة سينا هيويري الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي علماء كنت المامين إن لوتشي إذا سيدا سوى كلاويانو أجر كيسا بغير حساب وإلهي سينا هيا سبحانه وتعالى ولذلك الصوم أي ألغم عبا شهر الصبر سيد الصبر كبا أما الصبر كبا معناه حويان ولي هي أجر كاس بغير حساب كائن الضوء كإلهي كو أبار مريو أي صوم كنا سيدا سوكلا ولي هي صائم كروحة تنبي قلت المام عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان لو فرح ضوض ووين بولي هي مركو معناه حويان صوم كي سوكا فرور رميو أما مالنتي هر رميو أما بشي أرنها قبل قبل أدبو فرحة هي واجب كي وقوتي يا وحويان عملك وناكسناي وجليلك هاي وقبطي
مركو إلهي لكل من سبحانه وتعالى وكفر حق إلهي أكتيس سبحانه وتعالى وقلتك هيا صامك مركو أجر آذو فربضان بنبي قلت المام عليه الصلاة والسلام إلى النبي قلت المام عليه الصلاة والسلام روحه وحيالها آثار طاي صامك كلا لا نيسا أولونك أفكي سمرها هيا يهراتك هي معناه وحويان كم موقنا هيا إن إلهي أكتيس وحول بكو ذيك بذنيه معناه وحويان عمل كاس أما معناها أثر كاس كذا الشيء عبادة وياها وح إلهي أكتي سآد يا ذوق قيمة بدن صومك مرك أجر كافرها بدن أيو ليه صومك حق قدي سمرك كلية ما عن صومك الروح وكتغو انتظر يعبتانك إيه الشهوة انت عينك بدن من نبوة المام عليه الصلاة والسلام حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام حليم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه روحي عن كتجين هذا الكبين طاه قول الزور يكو عمل فلك معناه حويا وحيالها عن شرع وافق سنة ربين طاه معناه حويا لم يتكا يجهل جه أولوتش إذا فعاش حنحن يوحيالها شرع خلاف سن إلهي سبحانه وتعالى دن كمالها إنه كتج عن تديسي يعبتان كيسي وح معناه يكون صمينا يسمى لها مقصد كمرك الصوم كلا جربه أما الروح الصائم كلا جربه حويان صوم كواين وكار يا بحمانتا صوم كوا إلى تكجف وقاتد وحي إلهي سبحانه وتعالى عرق لنهاي محرمات كواين تكدي راتد محرمات كوا سوا أيضا مرول بمحرمات كوا حرامي هين وحمي هين هذا وقت كان حرمة جونية هي بشان ولا هذا هي وين تكتكتد مرك قول كحون يعمل فل كحون يقاب كمعنا رغن كحون يوحيالها إله الشرع ونكون بنين ونوقلين والله قد تقوي الصوم كحقيقة دي سي يلوحي سي يلبقي سي ما أنو كليا إنا تكتك تدعنتي عبتان ولذلك بحديث وحكو صار ربي بضانا قف صوما وصوم كيسون وفا إذن وحن كاهنا كهل عطش يجوع قاعد شيء أنو بكا قادمو يعني وحفا إذن كقارين سيد درتيد باوحا ويان أجر كفراها بضان لغو حلي من صام رمضان إيمانا واحتسابا روحين وصومه إلهي سبحانه وتعالى همين رميسين هاي أمر كإلهي وقاضنا هاي يأجر وطلبه هاي صوم كيسين وكسة الإسلام وحيالا حنا رمالك وصيدا وقرد إرادة وكهرة حقيقة الصوم كنا تأسوا ويان هدونا إنتا سكتكين أما إنتا صونا الصمين وحا ويان وحا لغي على صوم كيسي إنه سأجر بذكير أما نقص بضان وصوم قلق أما اللي بعتبر ذا الصوم كي معناه حويان يكج عنده سأدرت يروح مسلم كه وين الصوم كي سيل عشرة روح الصوم كو راديو حقيقة الصوم كو وتره صوم كو حلو وتره قلي ولا جه له هي أجر كي فضائشة وحلو جاري كره روحه إنه ضبط يشوف نفتي زكاة كذا حمانتي وكاة كذا ولذلك من درسنا التربوي كه الصوم كو صعب صد حياله كبر يسوي حكم إذا إن الالتزام كبرتيد وحن والوجود دي إن أتكهرتيد وقت جاء إلى وقت جاء إن هذا وحن صمين فمانتي إن أتكجوديد سيء بركو ورن قط وحيالها إن أقولها المعنى عادة دي ضغن كأقولها هذا حنور ضغن إن أتكهرتيد كيستهرتيد مركا نقاط أصي يعني معناه حوايان على استي إن كلمة دي إن شاء الله تعالى نوصل قوة مدام وقت ويسك كومين يهوي صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الموضوع إنه وحي إن شاء الله وموضوع علاقة القرآن بالصوم وحال السلف في في رمضان علاقة تلك حيث القرآن كأي بشهر رمضان هي سيدي سلف الصالح أولا من جرى بشهر رمضان محيث ما يجرين سيدي القرآن تقول لو أن جرين إن شاء الله حتى نحن نقول يجرين شيخنا الشيخ عابر فليتفضل مشكور الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات وأنا مغليني بشا بركيسا رمضان صونك فضائش كسو أرورتي أو شيخ هذا ونو شيخي فضائش فراها بدن وحكم إذا قرآن كي فضل جيسة إيو بيش بركي سنة رمضان
sidii ama xiirka ay la leedahay qur-aanku uu la leeyahay bisha ramadaan iyo dadkii salafka ahaa qaabkay u dhaqmi jireen bisha ramadaan. Waxaad og tihiin allah subxaanahu watacaala qur-aanka calaaqada ka dhexaysa ugu horreysa waxaa weeye qur-aanka rabbi subxaanahu watacaala waxa uu soo dejiyey bisha ramadaan, sida ku cadba aayadaadka qur-aanka ah shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan, bisha ramadaan ee qur-aanka rabbi uu soo dejiyey subxaana, inaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka, waxaan soo dejinay habeen barakaysan oo leylatu lqadr ah. Marka qur-aanka soo dejintiisu waxay ahayd bisha ramadaan, waxayna ahayd habeen barakaysan oo ah leylatu lqadr, taasoo culummada ay yidhaahdeen qur-aanka isagoo dhan oo kaamil ah ayaa rabbi uu samaa uddunyaa keenay oo lagu soo dejiyey. Dejinta la sheegayo hore waa taas. Kadibna nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa tartiib tartiib loogu soo dejinayay had iyo jeer baahida sida ay tahay, oo dadka iyo su-aashooda iyo qaabka iyo waxa in la daaweeyo loo baahan yahay oo ku aadan baa la soo dejinayay. Laakiin marka ugu horreysa qur-aanka sidaas baa loo soo dejiyey, oo calaaqada marka ka dhacayso waa arkaysaa. Bal intaa keliya ma ahane, kutubta ilaahay uu soo dejiyo dhan sida xadiista qaar ka mid ay sheegayaan waxaa la soo dejiyey bisha ramadaan. Dhammaan kutubtoo dhan, suxufi ibraahim oo muusa, kutubta wixii ilaahay uu soo dejiyo kutub ah waqtigaas bisha ramadaan ayaa la soo dejiyey. Qur-aanka marka calaaqada uu la leeyahay waa taa iyada ah. Waxaadna ka dareemaysaa bisha ramadaan markay dhalato qofka muslimka ah waxaa weeye wuxuu u dhaqaaqayaa qur-aanka xaggii inuu daryeelo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala, uu boorka ka jaf hadduusan akhrin jirin. Waxaa laga yaabaa inuusan sanadkao dhan uusan arag, laakiin ramadaanka markuu dhasho wuxuu raadinayaa kitaabkii iyo qaabka uu akhrin lahaa. Marka waa xiriir aada u dhow oo ka dhexeeya meesha ayaad ka dareemaysaa dadka muslimiinta ee masaajidsa u buuxinayaan iyo masaajidda inta qur-aan laga akhrinaya, oo calaaqada arkayso isleedahay ma waxaa loo soo dejiyey in bisha ramadaan ama bisha soonka ah dadka muslimiinta ay ku cibaadaystaan oo keli ah, macnaha sida xiriirka ay la leeyihiin ilaahayna. qur-aanka subxaanahu wa tacaala waxa uu ku leeyahay, marka kowaad waxaan rabaa inaan dareensiiyo naftayda iyo naftiin dhammaan waxa laga hadlaya ama fadligiisa bisha ramadaan lagu dhex sheegayo waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala, kitaabkii allah iyo kalaamka rabbi weeye oo sharafta badan qiimaha badan. Waa kitaabkii rabbi uu noogu soo dejiyey inuu dulumaadka iyo mugdiga uu nooga saaro oo uu nuurka nagu tusiyo, nuuruliimaan, nuuruulhidaaya ilaa iyo jannada nuurkeeda. kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih alif laam raa kitaabun anzalnaahu ilayk litukhrija annaasa min aldulumaati ila annuur, kitaab aan kugu soo dejinay si dadka aada mugdiga ugu saarto aada nuurka ugu saarto. kitaabun uxkimat aayaatuhu thumma fusilat, kitaab ilaahay uu soo dejiyo kala dhigdhigay oo la sugay aayaadkiisoo la cadcadeeyey. oo min ladun xakiimin khabiir, allihii xakiimka ah khabiirka ahaa xaggiisa ka yimi oo noo soo dejiyey. alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiih, kitaab aan shaki ku jirin oo ah hudan lilmuttaqiin, mutaqiinta iyo dadka allah ka baqaya hanuun u ah. kitaabka marka laga hadlaya oo sharaftiisa iyo fadliga uu leeyahay ee dadka muslimiinta say u daryeel jireen la sheegaya waa kitaabka noocaas ah. sidaa darteed baa rabbi subxaanahu wa tacaala aayadda hadda sheekhu akhrinay waxa uu yidhi allah shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan hudan linnaas, dadka hanuun ayuu qur-aankii u yahay, wa bayinaatin min alhuda walfurqaan. kitaabka marka sidaas ah akhrintiisa, ka warhayntiisa, daryeelidiisa, barashadiisa, baristiisu waa sharaf iyo wanaag. suu rabbi u lahaa ina aladiina yatluuna kitaab allah wa aqaamu salaata wa anfaquu mima razaqnaahum siran wa calaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur, haddaad rabto ganacsi aanan kaa go-ayn, ajar aanan kaa dhammaanayn, waa kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala iyo qaabka aan u daryeesho wey kitaabka. marka waxaan ognahay in soo dejintiisu bisha ramadaan ay ahayd, bisha ramadaanna kutubtii ilaahay oo dhan sidaas uu u soo dejiyey sida xadiista nabi sal allahu alayi wasalam ay sheegayaan. sida sheekhan qeyb uu ka sheegay
bishaan calaaqada ay laleedahay qur-aanka calaaqada uu la leeyahay ramadaanka waxaa ka mid ah waa soonka iyo qur-aanka markay wada kulmaan waa waxa kuu shafeecaya siduu sheekha xadiidka uu sheegayey oo qur-aankana soonkiina uu leeyahay shahwadiisii ayaan u diiday maalintii qur-aankana uu leeyahay raaxadiisii ayaan habeenkii u diiday oo uu ku soo jeeday waxaa ka mid ah qofka mu'minka ah haddii labada jihaad labada arrimood oo dadaalka uu bixinaya hadday ku yimaadaan hal mar oo ah inuu maalintiina soomo habeenkiina uu u taagnaado qiyaamulleyl oo qur-aanka rabbi subxaanahu wa tacaala uu akhrinayo uu taagan yahay waa qof liibaanay ee ajirkiisana allah subxaanahu wa tacaala uu u dhammaystiray sida culimmada ay sheegayaan waxaa ka mid ah waxyaabaha qur-aanka si gooni ah xiir uu leeyahay bisha ramadaan taraawiixda iyo muslimiinta si ay u daryeelayaan ay ku tukanayaan taasoo nabiga sala allahu calayh wasalam uu bilaabay oo uu tukanayay kadibna asxaabtiisa ay ku daydeen oo ay arkeen nabiga sala allahu calayhi wasalam xudayfa ibnu lyamaan sida uu leeyahay nabiga ayaan sala allahu calayh wasalam habeen ramadaan a ku soo xirtay markaasuu waxa markuu takbiirsaday waxa uu yidhi allahu akbar dulmalakuuti waaljabaruuti waalkibriyaai waalcadama markaasuu suuratu lbaqara akhriyey suuratu nisa akhriyey aalcimraan akhriyey aayad kasto uu soo marayo cadaabna cadaab buu ilahay ka magangelayay mid janna hadduu soo maro jannaduu rabbi subxaanah wa tacaala weydiisanayay sidaas ayaa uu nabi sala allahu calayhi wasalam ahaa sujuuddiisa iyo rukuucdiisa iyo fadhiga u dhexeeya sidaas ayay wada ahaayeen ay u dheeraayeen ilaa uu u yimaado bilaal salaada fajirka ah si uu ogeysiiyo taa waxaa kutusaysaa marka qur-aanka iyo bisha ramadaan iyo dadka muslimiinta ah oo nabigeena sala allahu calayhi wasalam aan ugu dayanayno siday u daryeeli jireen oo u weynayn jireen cumar ibnu khataab radi allahu canhu isaga ayaa isu ururiyey asxaabtii oo yidhi maaragtay ubay ibnu kacab iyo maaragtay tamiimu daari inay dadka tuujiyaan oo ay ku akhriyaan waxay ku akhrin jireen ilaa laba boqol oo aayadood annagana hadda haddii qur-aanku laga yaabo xizib iyo juus qofka haddaan ku tukano in laga yaabo in masaajidka laga kala cararaba laakiin laba boqol oo aayadood ayay ku tukanayeen ragcaddii waxyaabahaasoo dhan marka waa calaaqada qur-aanka uu la leeyahay bisha ramadaan waxaa si toosa usii caddaynaya nabi sala allahu alayh wasalam bisha ramadaan marka la gaaro jibriil wuu imaan jiray qur-aanka ayuuna la mudaarisayn jiray oo la akhrin jiray sanadkuu dhimanayayna laba jeer ayuu la sameeyey nabiga sala allahu calayhi wasalam waa marka xiriirka ka dhexeeya bisha ramadaan iyo qur-aanka haddaba waa qof yahow muslimka ah ee ilaahay bisha ramadaan usoo geliyey bishiini ramadaan soomaya ee ajirka hadda la sheego faraha badan ilaahay ka rajaynaya subxaanahu wa tacaala qur-aanka aada akhrinayso iyo wanaagga aada la kulmayso maxaa kugu xambaaraya maxaad u akhrinaysaa waxaan jeclahay inaan nuqaad waana iska caam mar kasta iyo wakhti kasta iyo kuma xirna ramadaan keliya waa wakhti kasta iyo bil kasta qur-aanka marka inaad geliso maskaxda kow qur-aanka waxaan u akhrinayaa maxaa yeelay liannahu shifaa waa daawo wey wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa qur-aanka waxaan soo dejinay isagoo a daawo iyo shifaa wa raxmatu lilmu'miniin mu'miniinta naxariis buu u yahay daawo qalbiga ah iyo daawo maaragtay dunuubti iyo dembiga uu galay qofka ka daaweynaya qalbi ahaan iyo jirka kan karo cudurada kore intaba daawo u ah iyo naxariis weeye waxaan u akhrinayaa maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku faydaa qur-aankaas oo ku hammiga iyo murugta iyo kurbada haysata qofka ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala kaa qaadaya waa nabi sala allahu xadiidkiisa wakiilahaa ka mid ahaa qof dhib uu ku dhacaya ma lahan hami iyo xusn iyo murug intaba oo dhahaya ducaadii allahuma innii cabduk ibnu cabdik ibnu amatik naasiyatii biyadik ilaa aakhir xadiidka nabi sal alay slam uu lahaa ilaahay qofku waxa uu weydiisanaya an tajcala alqur'aana rabiica qalbi wa nuura sadri wa jalaa'a xusni wa dahaaba hami marka qur-aanka waa waxyaabaha allah subxaanah wa tacaala uu ku faydayo waxyaabaha dhibka iyo humuumta iyo axzaanta qofka haysato waxaa ka mid ah qur-aanku oo aan u akhrinayaa waa raxmad ayaan rabbi kaga helayaa subxaana suu nabi u lahaa majtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illah dadku ma ururaan guryihii ilaahay ka mid ah masaajidda iyo meelaha qur-aanka lagu baranaya ayagoo qur-aanka rabbi subxaanahu wa tacaala akhrinaya ilaa hadday dhacdo xasilooni baa kusoo degayso iyo raxmadda rabbi subxaanahu wa tacaala malaa'ig
ayaa hareeraynaysa ilaahayna waxa uu ku sheegayaa ku dadka kuwa agtiisa oo malaa'igta ayuu ku sheegayaa dadkaasi ay u wanaagsan yihiin iyo waxa ay qabanayaan. qur-aanka kariimka ah waxa aanu akhrinayaa in aan helo uu ii noqdo nuur adduuniya aakharaba. nabi sallallahu calayhi wasalam nin ayaa yidhi ii dardaaran, waxa uu ku yidhi calayka bitaqwa allah, ilaahay taqwadiisa ayaan laazim ilaahay taqwadiisa, maxaa yeelay waa tan u sarraysa wey. ii ziyaadi ii kordhi ayuu ku yidhi, kabacdina wuxuu yidhi waxa aan kugu ogahay ood laazimtaa tilaawatu lqur'aan, maxaa yeelay waxa uu ku yahay nuur arlada, nuur buu kuu noqonayaa iyo kayd samadan oo rabbi baa subxaana wa tacaala ajri badan kaaga diyaarinaya. qur-aanka waxa uu qofka muslimka u akhrisanaya oo niyadda u gelinaya in iimaankiisa uu ku kordho, maxaa yeelay markasta qofka qur-aanka akhriyo oo uu si tadabbur asoo macniisa dhuuxaya u akhriyo, iimaankiisa ayaa u ziyaadaya. waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaana, qur-aanka marka lasoo dejiyo munaafiqiinta waxay dhahayaan yaa wax u kordhisay, laakiin dadka mu'miniinta ah iimaan baa u kordhaya, wayna ku bishaaraysanayaan. waxaa ka mid ah qur-aanka qofka uu gelinaya niyadda inuu aanan loo qorin lagu qorin kuwa kaafiliinta oo ilaahay hilmaamay. haddii qur-aanka macnaha uu akhriyo kuwaas uu ka baxayaa, soo nabi sallallahu alayhi wasallam u lahaa qofkii 10 aayadood ku tukada habeenkii dadka kaafiliinta laguma qorayo oo laguma dhigayo, qofkii 100 aayadood ku tukadana waxaa lagu qorayaa kuwa qaanitiinta oo allah subxaana wa tacaala maaragtay ateecay. qur-aanka waxa uu qofka u akhrinayaa oo uu niyaddiisa gelinayaa in ajar aada u badan uu helo, suu nabi sallallahu calayhi wasallam uu lahaa man qaraa xarfa min kitaabi illaah, qofkii akhriya hal xaraf oo kitaabka ilaahay ah xasan uu ku helayaa, xasanadina waa 10 laab weeye, waana xaraf kasta uu akhriya kelime kelime ma ahan. qur-aanka waxa uu akhrinayaa maxaa yeelay qofku waxa uu ku helayaa abwaabta khayrka oo noocyadoo dhan buu u furayaa, khayrka baababkiis oo dhan ayuu u furayaa. maxaa yeelay waa arkaysaa qur-aanka nabi waxaa ka mid ah hadalladiisa qul huwa allahu axad, qur-aanka saddex meelood marka loo dhigo ayay u dhigantaa meel. taa macnaheedu waxa weeye qofka ajirkiisa inuu badanayo noocyo fara badan uu u badanayo isaga oo xuruuftii uu akhrinaya ka helay si kalena u heli karaya. waxyaabaha uu ka helaya waxaa ka mid ah qur-aanka niyadda uu qofka gelinaya, ilaahay baa ku jeclaanaya qofka qur-aanka markuu akhriya, sida nabi sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisii ninkii asxaabtiisii tujinayay oo ma alla markuu qur-aankii suurad kale ku dujiyayba qul huwa allahu axad u dambaysiinayay, marka la weydiiyey uu yidhi waxa aan jeclahay ilaahay tilmaamihiisa iyo sifaadkiisa ka hadlaysaa suuradda, marka waxaan jeclahay inaan akhriyo. marka waxa uu yidhi u sheega ilaahay wuu jecel yahay. marka markastoo aad jeclaato ilaahay kalaamkiisa oo aad akhriso, ilaahay jacaylkiisa subxaana wa tacaala ayaad ku helaysaa. waxaa ka mid ah waxa aad kaga mid noqonaysaa inaad akhriso kuwa uu khayr badan dadka, soo nabi sallallahu calayhi wasallam u lahaa waxaa idinkuu khayr badan kuwa qur-aanka baranaya dadkana baraya. waxaa ka mid ah inuu qofka niyadda geliyo inuu qofka kaga badbaadayo dajaal iyo fitnadiisa, soo nabi sallallahu calayhi wasallam u lahaa 10 aayadood oo suuratul kahfi qofka xifdiyo dajaal ayaa laga magangeliyaa. waxaa ka mid ah qofka inuu niyadda geliyo in uu ajar iyo raxmad uu u sababo labadiisa waalid, in ilaahay u naxariis subxaana wa tacaala, si nabi sallallahu calayhi wasallam u lahaa qofka qur-aanka akhriyo barto oo ku camal falo labadiisa waalid, ilaahay wuxuu u xulayaa taaj aad u qiimo badan oo nuur badan oo nuurkiisa uu la mid yahay qoraxda oo kale, laba xullana waa loo xirayaa xariir ah oo aan aad u qurux badan baa loo xiraya. nabi sallallahu calayhi wasallam suu noo sheegay wayna yaabayaanoo waxay leeyihiin maxaa nagula siiyey maaragtay caruurtaada ama biakhdi waladikum alqur'aan, qur-aanka macnaha caruurtaada qur-aanka ay barteen oo ay qaateen darteed ayaad ku heshay. waxaa ka mid ah qofka waxa uu niyadda gelinayaa qur-aanka inuu kaga badbaado inuu lumo oo uu leexdo. nabigana sallallahu alayhi wasallam kiilahaa waxaa idinkiiga tagay laba arrimood oo haddaad qabsataan ma aragtay aadan lumayn, waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaa ka mid ah qofka inuu kaga badbaadaya cadaabulqabr, sida nabi sallallahu alayhi wasallam uu lahaa waxaa ka mid ah qur-aanka suurad u diiday qofkii akhrinayay inuu naarta gala ama qabrigii lagu cadaabo, waana suuratu almulk ama tabaaraka alladii biyadihi lmulk. waxyaabahaasoo dhan ayuu qofka ku helayaa. waxaa ka mid ah inuu shafeecada ku helo, sida xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam oo sheekhu uu akhrinayay qur-aanka inuu yahay shaafi, mid shafeecaya sida soonkaba uu shafeecaya, ilaahayna uu ka aqbalaya shafeecadiisa. waxaa ka mid ah qofku
markastoo uu xifdiyo qur-aankii uu baranay uu akhriyo inuu ku helayo maaragtay jannada rabbi uu ku galayo sida xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam uu ku sheegay. Waxaa ka mid ah qofka inuu darajaadka sarsare uu ku gaadhayo siduu nabi sallallahu alayhi wasallam u lahaa qofka qur-aanka akhrinayay oo bartay in waxaa la leeyahay akhri oo kor maaragtay jannada iyo darajaadkeeda sida qur-aanka aada u akhrin jirtayn uu akhri meesha kugu dambaysa ayuuna ahaanayaa darajada maaragtay meesha aada degayso. Waxaa ka mid ah qofka inuu ka mid noqonayo maca safarati alkiraami albarara macnaha uu gaaraya heerka isaga uu gaaraya ayaa ka mid ah. Waxa aan rabaa in aan tala ahaan maadaama bisha fadliga badan ee aadka u qiimaha badan aan ku jirno in qofku uu ku qur-aankii ku qaabilo saddex arrimoodba inuu isku day inuu sameeyo. Kow, inaad qur-aanka akhrintiisa iyo dhammayntiisa aada aada u badiso si ajar fara badan aada u hesho waxa aada akhrinayso, waa qaybta koowaad. Qaybta labaad, inaad samaysato waqti aad ku fikirto qur-aankii oo macnihiisa aada ku dhuuxdo. Haddii ilaahay macnihiisa uu ku baray tafaasiirta eeg, hal beijba allah ka dhigay beijka isaga ah, aad tafaasiirta u fiiri dhuux, ma aragtay macaanida kusoo aroorto dhan eeg. Waxaa laga yaabaa in ilaahay uu kugu furo futuuxaad sidaad u bilowdayna ha joojinna, waxaa laga yaabaa sanad ha kuu qaatee sidaas ku wad. Kaas waa tadabbur, waa tadabbur. Kii horena waa xifdi, waa macnaha waa akhrin, qofku uu akhriyo su kami wax badan uu dhameeyo, qur-aan badan uu dhameeyo bisha ramadaan. Kanna inaad ka dhigato tadabbur iyo inaad fiiriso qur-aankii oo aada aada u dhuuxdo, taasna ku dar. Tan saddexaad, qofkii wax xifdinaya xifdigiisa ha wato, ha qayb ha ka dhigo, ha xifdiyo xifdiga uu wadan jiray. Haddii qur-aanka uu hor u xifdiyey oo muraajaca uu rabay inuu soo celiyo, waa waqti ugu fiican uu heli karo shayaatiinta, sida sheekh uu sheegay la xirxiray, oo uu qofku ku heli karo muraajacadiisii iyo qur-aankiisii inuu soo celiyo oo uu maaragtay ilaaliyo. Waxa aan rabaa dadkii salafka ahaa raximahumullah, qur-aanka aad iyo aad buu ugu weynaa mar kasta bil kasta oo la joogo, laakiin bisha ramadaan daryeel gooni ah ayay siin jireen. Daryeelkaasna waxaa ka mid ah waxyaaba cajaa'ib oo qofka uusan tasawuran karin. Waxaa laga yaabaa inay kuu adagta in la yidhaahdo qofku qof baa qur-aanka habeen kasta dhabayn jiray, laakiin axwaashood sidaas bay ahayd. Qof marka horeba marka bilaha caadiga ah saddex maalmood qur-aan ku dhamayn jiray, toddoba maalmood ku dhamayn jiray, toban maalmood ku dhamayn jiray. Bisha ramadaan markay usoo gasho, baciid miyaa inuu habeen kasta dhameeyo ama saddex maalmood uu ku dhameeyo? Waxyaabaa cajaa'ib ah ayay kasoo warinayaan maaragtay dadkaa salafka. Waxaa ka mid ah dadka salafka ah markuu galo bisha ramadaan waxyaabihii akhrin jireen iyo kutubta akhrin jireen xataa inay joojin jireen, sida Zuhri raximahullah, ramadaan markuu galo waxa uu dhihi jiray inamaa huwa tilaawatu lqur'aan wa itcaamu acaam, waa qur'aan akhrin iyo cunto dad la siiyo. Intaas unba shaqadeed kusoo ururta u dhihi jiray. Waxaa ka mid Sufyaanu Thawri raximahullah, ramadaan markuu galo cibaadaadka kaloo dhan wuu samayn jiray, faraaish waxaa ka insunooyinka faraha badna uu samayn jiray, wuxuu ku bedeli jiray inuu qur'aanka akhriyo aada u akhriyo. Qataada raximahullah, waxaa ka mid ahaa qur-aanka inuu dhamayn jiray toddoba maalmood kasta, toddobaadkiiba inuu toddoba cashi inuu ku dhamayn jiray, marka laga reebo tobanka dambe oo uu dhamayn jiray maaragtay habeen kasta. Imaamu Shaafici raximahullah, waxa uu akhrin jiray qur-aanka waxaa la leeyahay ilaa lixdan jeer buu dhamayn jiray bisha ramadaan. Waxaa ka mid ah oo ku caddaynaya hadalka isaga ah macnaha qaabka in Cuhmaan ibn Cafaan radi allahu canhu uu yidhi, low tahurat quluubukum maa shabicat min kalaami rabbikum, haddii quluubtiina ay nadiif noqon lahayd kama ay dhadhagteen ilaahay kalaamkiisa. Macnaha qof sidaas aaminsan haddii waqtigiisa dhan wuxuu gelinayaa oo ka dhigayaa qur-aankii iyo suu akhrin lahaa. Salafkeenina waa sidaas xaaladood, sidaas ayay ahayd. Marka qur-aanka walaalayaal waa qofku badbaadadiisii iyo guushiisii iyo liibaantiisii adduun iyo aakharaba way, suu rabbi buu lahaa, qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdii bihi illaahu man ittabaca ridwaanahu subula assalaami wa yukhrijuhum min aldulumaati ila annuuri biidnihi wa yahdiihim ilaa siraatin mustaqiim, ilaahay wuxuu idiin keenay oo xagga rabbi idinkiiga yimi nuurun wa kitaabun mubiin, kitaabkaasoo qofkii raaco oo ilaahay ridihiisa raaco uu ku hanuuninayo kitaabkaa dartii wadooyinka wadada toosan uu ku toosinaya oo uu kaga saaraya dulumaadka, nuurkan uu u saaraya ilaahay idinkii subxaana wa tacaala wadada toosan uu ku hanuuninaya. Qur-aanka marka walaalayaal
هذا وقت ويري هاي وحا أن ربنا إن شاء الله دمانتن إن قفكي قفكستو مسلمة بشان رمضان ودرته إلهي سبحانه وتعالى خيرك إيواناقا وقارسيي إن إلهي إن شكري أي كمتها إنو نورالك وقارسي عافماد إن قرآنك رب سبحانه وتعالى دريال كيسي آد مارتي وديار قروذو أنا كنت لقى شقابكي أدو آخرين لهاي وإن أتحدد هذا أهداف أهداف وإن أتديارسته موحاربت إنا كودا ميسو بيل موحاربت إنا تدبات كودا ميسو موحاربت شاني تونما إنا كودا ميسو موحاربت تونما إنا كودا ميسو ويحي مركا كوسو بحو أتربت إنا تسميسو وإن أهداف جاي سميسته أو أتديارسه قرشيه أت كوسمين لهاي صدن مال موت بان كودا مينيا وإن أتمالكة تكتلقى جوز إنا آخرسه شاني توم بان كودا مينيا وإن أتكتلقى مالكة إنا لبا جوز آخرسه toon maal mood baan ku dhameynayaa waa inaad ku talagasho inaad 3 juus akhriso qaabkii aad markaa ku talagali lahayd oo ku dhameyn lahayd qorsheheedi inaad sameeyso ayaa dhamaanteen noola baahan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka bariyaa bi asmaayil husna wa sifati al-ula inuu dambi gani dambi waalidkay ma dhaafo ilaahayna subhanahu wa ta'ala oo annagu caafimaad qabno oo maaratay sixa qabno oo noolana uu nuu gaarsiyo bisha ramadaan ku ka faa'iideysto oo ilaahay ajirka dhaxdeeda uu dhigay يقيمها وين أو رحلة كوكفة إيسان ونقر ديغو إلهي القرآن كاس ونقونا حريستو كوكفة إيسان لها قرآن كربي إيقابك أي أدريال لها يعني إلهي ونقر ديغو أي ربك بري سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.